يعرف طرابلس المنتخب الوطني المقام حاليا بالمركز التقني بسيدي موسى أجواء رائعة بين اللاعبين، خاصة في الحصص التدريبية بقيادة الناخب الوطني جمال بالماضي، وهو ما يبعث بالتفاؤل أكثر في المستقبل. ويخوض الخضر غدا بداية من الساعة 9 ليلا مواجهة ودية بملعب 5 جويلية الأولمبية أمام منتخب البنين، هذا وستكون هناك منطقة مختلطة للاعبي المنتخب الوطني برجال الإعلام مساء اليوم.